انا قلت ايه بقى، انا اجيلك على طول بدل ما اكلمك في التليفون وانت ترفضي وانا ازعل، وبعدين انت تبقى عايزاني اكلمك تاني عشان اتحايل عليكي، فانا بقى كرامتي تنقح عليا واقفش واليوم يبوظ. طب على ايه كل ده؟ جيت لك على طول. عرفت عنواني منين؟ اللي يسال ما يتوهش. سالت مين؟ طيب واضح انك متضايقه، امشي انا بقى مطرح ما جيت. انت بتنامي بالفول ميك اب وكده؟ كده ده اللي هو ايه؟ كده؟ لا طبعا، انا كنت خارج. شفتي بقى، سوري معلش بوظتلك الخروجه، بس مش مشكله اعتبريها خروجه برضو. طب هروح البس حاجه مريحه. اتفضلي انت وانا هتفرج عليك من خرم الباب. نعم؟ اتفضلي البسي، اقعدي معايا يعني باللبس ده شكله حلو. ماشي. مرسي على الواين. لو هتشكريني عشان واين هتلاقيني عندك هنا 24 ساعة بواين. بصراحة ما كنتش متوقعة خالص ان انت تجيلي البيت فجأة. لا انت كنت عارفة. لا ما كنتش عارفة. لا والله كنت عارفة. الله، بقولك ما عرفش، مش بقولك خارجة. طب خارجة مع مين؟ مش شغل. طب تعالي تعالي عشان نشوف شغلي. ايه متضايقه؟ بالعكس مبسوطه. حلو ده. حلو بس يقلق. وانا ما اتعودتش ان انا اقلق من الحاجات الحلوه قوي. مش هترد؟ لا ده شغل احسن برضه. تشيرز. تشيرز. شكلك عايز تقولي حاجه. لا شكلك عايز تقولي حاجه. طب صاحب؟ أنا مطلق من 3 سنين ودلوقتي تعتبريني خاطب. مش لابس دبلة يعني؟ لا ما هو أنا مش خاطب قوي، أنا بقول لك ممكن تعتبريني خاطب. بنتك حلوة قوي على فكرة. شفت صورتها عندك على الفيسبوك. هي عايشة معاك ولا مع مامتها؟ عايشة مع مامتها في الغردقة. هي اسمها إيه؟ نغم. لا مش بنتك، خطيبتك. اسمها لنا. اسمها لنا. وبعدين بقول لك ايه، هو احنا هنقعد نشرب كده مفيش اي حاجه ناكلها ولا ايه؟ لا هروح اجيب لك حاجه، بس معلش انا ما كنتش عامله حسابي. لا انت كنت عامله حسابي. الله، بقول لك ما كنتش عامله حسابي. انت مصر بقى. بتحب الجبنه الرومي؟ بتحبها ازاي؟ يعني بحبها ازاي؟ وده سؤال يتسال. طب انت بتحبيها ازاي؟ الله، انا بحبها قديمه، في قديمه وفي جديده وفي نص نص. وانت عندك كل الانواع دي في البيت؟ ليه انت بتعزمي فران كل يوم عندك على العشاء؟ لا اللي بيقع في المصيه ده بس. الله، بقول لك ايه؟ انا ما عنديش غير جبنه رومي ولانشون، ممكن نطلب دليفري لو عايز. لا لا حلوه حلوه الجبنه الرومي، تعالي بس. خلاص يلا. طيب طيب ما تزقش. انا بقول ناكلها في اوضه النوم بقى عشان ما نبهدلش هنا. عشان دقايق. لا مش لدرجه انا بهرج معاكي. انت جريء قوي.
ما قلتليش عرفت عنوان المصيدة ده منين؟ لن ياسمين ازيك؟ ازاي؟ عاملة ايه؟ الحمد لله كويس. مفيش حاجة تتاكل ولا ايه؟ مش شامم ريحة طبيخ. طلبت الدليفري وجاي في الطريق. أنا مش هقدر استنى طبعا. أنا جعان جدا. يوسف ممكن تحول لي رصيد عشان ملحقتش أعمل كده النهاردة؟ خدي يا حبيبتي. التليفون معاكي بقى، اعملي أنت الموضوع ده بنفسك. ميرسي. عفو يا قلبي. هو ديدو نام ولا ايه؟ لسه داخل من شوية. مين اللي بعتت لك المسج وانت مسحتها يا يوسف؟ المسج ايه اللي انا مسحتها؟ انت بتتكلمي عن ايه يا ياسمين؟ ما تشتغلنيش يا يوسف، في مسج جات لك وانت بتفتح الباب وانت مسحتها، مين اللي بعتتها؟ هو انا يعني هل هقرا المسج وامسحها والغيها كمان من الميموري باك اب؟ في الكام ثانية اللي انت بتتكلمي عنهم دول؟ ما كانوش كام ثانية. لا كانوا كام ثانية. وبعدين يعني بما انك واقفة على الباب وعمالة تتصنطي عليا كده، ما كنت فتحتي الباب كده فجأة وظبطتيه المتلبس، بدل ما انا عايش معاكي عمالة اتحكم على حاجات انا عمري ما عملتها. انا كنت مستنية اشوفك هتعمل ايه. مش هتاخدني بالصوت المرة دي يا يوسف، مين اللي بعتت المسج وانت مسحتها؟ طب وليه يعني لازم تكون واحدة هي اللي بعتت؟ ممكن يكون واحد هو اللي بعتها لي. عشان لو كان راجل ما كنتش مسحتها. وفريدي يعني عايز اتكلم مع اي حد في تفاصيل مش عايزك تعرفيها، شغل مثلا. انت نسيت ان انا مديرة الشركة؟ لا ما نسيتش، بس في حاجه بقى اسمها نيكست فيجن، وفي حاجه تانية اسمها شركه تانية بتتاسس مع ناس ثالثه ليها تفاصيل ثالثه انت مالكيش دعوه بيها خالص. ليه؟ عشان ما ينفعش. ليه برضو؟ عشان هو ده الاتفاق ما بين الشركاء، وانا بقى شريك من ضمن الشركاء. واضح؟ واضح. ماشي يا يوسف. بقول لك ايه، مش هتشحني ولا تحولي رصيد ولا اللي انت بتقوليه ده؟ مش عايزه؟ بلاش. ايوه يا ادم، انا مش لاقي اي حاجه من اللي انت بتقول عليها دي خالص يا حبيبي. قلبت البيت كله، دورت في المطبخ تاني اهو، مطبخ اصلا غريب. يا حبيبي دورت في اوضه النوم، انا مش ناقص غير ان انا اصحيها واسالها راغب مخبي الحاجه فين. اقفل اقفل اقفل، انا هتصرف.
آدم، أنا منى صاحبة ندى. عارف خير؟ هي ندى ما جاتش النهاردة، راحت تعمل مشوار مهم. ما أنا خدت بالي. بقولك إيه، هي كانت عايزاك تروح تجيب أنس من المدرسة النهاردة. شكرا. انت متاكد ان ماما قالت لك تيجي تاخدني النهارده من المدرسه؟ اه متاكد. ليه يا انس، في حاجه؟ لا مفيش، بس كنت عايزه اتكلم مع حضرتك في حاجه. خلاص قول. ماما قالت لي انك بابا، مع انها قالت لي ان بابا مات وانه كان ابن عمها واسمه على اسم جده، يبقى اكيد انت عملت حاجه وحشه قوي عشان خليتهم يكذبوا. ماشي، جده شاكر كان بيكرهني قوي. ليه؟ عشان انا ما كنتش كويس، كنت مستهتر مش مركز في حاجه، حياتي كانت ملخبطه قوي، وجده كان خايف على ماما وهي عايشة معايا عشان ظروفي ما كانتش كويسة. وفي مرة جده تعب ودخل المستشفى وطلب انه يشوفني، وأول ما رحت له طلب مني ان انا اسيب ماما، مش بس اسيبها، طلب مني ان اسيب البلد كلها. ساعتها قلت له انا ما اقدرش اسيبها، انا بحبها وما اقدرش اعيش من غيرها. انفعل وتعصب وتعب، كان هيروح فيها. بص انا مش بحاول اخلي شكل حلو قدامك، بس هو ده اللي حصل. انا عارف ان اللي انا عملته ده كان غلط، يمكن اكبر غلط عملته في حياتي كلها. انا كنت غلطان يا انس، فهمتني؟ رد عادي. ايه مالك؟ لا في مشوار كده. امتى؟ طيب بص اقفل وانا 5 دقايق وهكلمك. يا عم خلاص قلت لك ما تقلقش، 5 دقايق وهكلمك. يلا سلام. ايه رايك اعزمك على حاجه؟
تعزمنا على ايه؟ تحب البيتزا؟ بعشقها. يلا يبقى يلا بيتزا. يلا بيتزا. لسه ما اتخلقش اللي ليله الدنيا ولا اللي يعلم عليا. فبالحب كده عايزك تعرف لي الاي بي ده يخص اي جهاز في اللي عندك، وعايزك تجيب لي تاريخه. الورقه اللي عندك دي فيها اليوم اللي اتحمل فيها الفيديو على النت بالتاريخ وبالساعه، واكيد انت عندك البرنامج اللي بتشتغل بيه مش كده؟ ولا انت ماشيه بالحب؟ ناس وناس. اه ناس وناس. يبقى لو ما لقيناش اي اسم في الوقت ولا في التاريخ اللي انا اديتهولك، اكيد بقى حد من رجالتك ولا حبايبك هم اللي عملوا العمله السودا دي، ويمكن تكون انت اللي عملتها. بس محتاج تسترجل شويه عشان تتكلم. مالك يا عمنا؟ دخل تبخ علينا النار زي ابو لهب ليه؟ ابو لهب؟ لؤي اسمع سيلا اسمع. انا ما سبتش خرم في الشقه الا لما دورت فيه. ده انا كان ناقص اشيل السيراميك والبلاط عشان ادور تحتيهم. علشان دورت على اساس ان هي اللي مخبيه الحاجه. مش فاهم. الحاجه دي مستخبيه في مكان هي نفسها ما تعرفوش. يا راجل جبت انت جديد يعني؟ ما احنا عارفين الكلام ده. يعني يبقى طبيعي جدا ان الحاجه دي موجوده في مكان ايديها ما ينفعش تطيره. انت صورت الشقه؟ ايوه يا ابني صورت الشقه وبعت لك الصور امبارح. انت ما شفتهاش ولا ايه؟ لا شفتها بس انا مش قصدي على الصور. امال قصدك الصور تبقى عامله ازاي يعني؟ انا قصدي يا مالك ان الصور دي تشيل كل العفش وتصور وراه، لان ممكن يبقى فيه باب سري، مكان سري ورا كنبه ورا دولاب ورا حاجه. لا انت كده محتاج بقى ام محمد الشغاله عشان تعمل لك الموضوع ده. لا ولا حتى ام محمد ممكن تجيب لنا الناس. ولا اي حد ممكن يعمل اللي انت عايزه. حاجه زي دي لازم تبقى واحد شغلته كده، حرامي مثلا. ما ينفعش ما ينفعش حد برانا احنا الثلاثه يعرف اي حاجه عن اللي احنا بنعمله. ما فيش غير له. اي طيب حلتها خلاص، هو اللي يعمل الشغلانه دي. مش لعبته. اوه مش لعبته. لو اي ممكن يروح يصور اه، انما ما اقدرش اعتمد عليه في انه يدخل وينفذ ويخرج من غير قلق ولا مشاكل. وبعدين لو حصلت اي مشكله واتقبض عليه اعمل انا ايه؟ ما اقدرش اجازف فيه. تليفونك في حاجه ولا؟ لا دي لنا. الو اشتقت لك. وانت كمان جدا جدا. انت فين دلوقتي؟ مفيش، قاعد انا وادم في مطعم كده بناكل. أكل مصري أكيد. لا بصوا احنا قاعدين في مطعم مصري بس هو عامل نفسه مش مصري يعني. طب ممكن بليز تعمل لي شير لوكيشن على المطعم؟ هيك بتعرف شوية على المنيو، ممكن أتعلم أكل مصري وأطبخ لك يعني. عندك حق، الغلطة دي عندي، هيحصل حالا. أوكي باي. ماشي يا حبيبتي يلا باي. لازم نشوف حل في الموضوع ده، مش هينفع كده. إن شاء الله خير. اقفل هذا الموبايل يا وري الصفحه اللي قبل كده اللي قبلها كمان. ارجع تاني ارجع تاني. مين حمدي فرفوش ده؟ ما اعرفوش يا باشا. ما تعرفوش؟ اديني موبايلك. اخلص. طلع تليفونك. اتفضل يا باشا.
كل دي مسجات بينك وبينه على الواتساب وتقول لي ما اعرفوش. رضا ساكن فين؟ مش فاكر. تعالى افكرك. يلا تعالى. مش هينفع. خش يلا. في ايه؟ بصوا على ايه؟ روح شوف شغل. يا باشا في ايه طيب؟ خش يلا. يا باشا الله 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 يا باشا بالراحه طيب. في حاجه؟ الو الناموسيه كحلي النهارده ولا ايه؟ الساعه كام؟ 11 ونص ظهرا. انا اسفه يا رغب، معلش سهرت جامد امبارح وصحي مصدعه. طيب وانا بقى هاخد معايا شنطه وانا مسافر ولا هسافر من غير هدوم خالص؟ لا طبعا هقوم اخد دش والبس واجيلك على طول. انت في الاوتيل ولا رحت الشركه؟ انا في الاوتيل يا ستي، بس عايزك وانت جايه تعدي على الشركه عشان محتاج شويه حاجات من هناك. حاضر. حاجات ايه؟ لما توصلي المكتب كلميني وانا هقول لك. باي. بسرعه يلا يلا. باي باي. الو صباح الهنا. حق عليك. لا ابدا مفيش. انا اقول لي يا رغب، يا ريام دي السكرتيره بتاعتك؟ لا مديره اعمالي. اوكي. طب ايه نطلب ديزرت ولا ايه؟ لا ديزرت ايه، الاكل اساسا مش حلو. شيك لو سمحت. انت عملت كده بجد؟ انا لو ما جيت كنت راح اجن صراحه. وحشتيني جدا على فكره. انت كمان. شفت كيف بعمل القصص هيك بدون الارم؟ برافو عليك. مالك؟ ايه ايه ده؟ نسيتك خالص والله. ادم. ايه انت؟ انت ادم. ايوه. وانت لنا؟ لنا. ازيك؟ منيحه. عامله ايه؟ تشرفنا. طيب هسيبكم انا بقى عشان تنبسطوا اكتر من كده يعني. تروح فين يا عندي مشوار. مشوار ايه؟ انا جاي معاك في العربيه، معيش عربيه. صح. طب يبقى خد مفتاح عربيتي. ها؟ وبعديه عليا بالليل وانا هروح مشواري. ها؟ بس تخليك. اقعد اقعد يا ادم. طب معانا شويه. تعرفي تطلعي فوق البتاع ده ولا طويل قوي؟ اكيد بعرف. ها؟ تشربي ايه؟ لا انا بدي اكل. اطلب لي المانيو بليز. لو سمحت المانيو لو سمحت. شكرا. الماما كيف؟ ليه عم تطلع فيه؟ مش مصدق يعني انت ازاي جيتي وقعدتي وقاعده معايا دلوقتي وانت كنت في دبي من خمس دقائق بالنسبه لي. وفي ايه؟ يعني انا بجي اكيد بجي لهون. ماما كيف بقى؟ عزه كويسه الحمد لله. وظبطت شغلك هون او بعد؟ يعني ما انا قلت لك الناس اللي انا المفروض كنت اقابلهم لسه ما قابلتهمش عشان يعني مشغول بموضوعنا وموضوع ادم.
بس المفروض يعني هتحدد لي ميعاد وقابلهم قريب ان شاء الله. انت اخبارك ايه؟ تمام بس برضو انت مش صح، في شيء عم تخبي علي؟ مش حاجه وحشه والله، بس الزحمه اللي انا فيها دي شغلاني على النغم، وده حاجه مضايقاني جدا. وانت عارفه ان انا ناقل من دبي مخصوص عشانها هي. معك حق. طب مساله عنا، انت عارفه ان احنا بقالنا كتير جدا ما اتكلمناش. ينفع كده؟ ما هو ده اللي مضايقني، مش عايز بعد الغيبه دي كلها اكلمها في التليفون وخلاص. وبعدين انت عارفه نغم لما بكلمها في التليفون بترد عليا ردود بتعصبني وتعكنني جدا. انا لازم اروح لها. طيب تعال نعمل شيء يبسطها. قصدك ايه مثلا؟ يعني نروح لها احنا الاثنين مع بعض؟ نروح لها بس مش انا وياك لحالنا يعني. امال ايه؟ مين معانا يعني؟ ماما. عزه؟ اشمعنى؟ قال هيك اتضايقت. مش انتهيت بس يعني استغربت الفكره بصراحه. لا ليه تستغرب؟ ما انا اصلا جاي كرمال شوفها صح؟ متفقين على الموضوع من انا بدبي. ايوه تمام، بس الموضوع ده محتاج ترتيب يعني، اتفق معها على الاقل. ما بعرف انه شو فرقت لو شفتها او حكيتها اليوم او بكره. هو انت يعني نسيتي الموضوع دارين اللي حصل ده ولا ايه؟ طيب مالك؟ ما انا اصلا جاي لتعرفني على حقيقتي. طيب ما اختلفناش. تيجي اقول لك على فكره حلوه قوي، مش انت اول مره تيجي مصر؟ خلاص يبقى فسحك وفرجك على البلد لحد ما هي تيجي من بره. هي مش بمصر؟ لا هي في مصر بس في محافظه ثانيه، في المنصوره عند اختي. مش عم تضحك علي صح؟ فاضي انا يعني مثلا وماريش غيرك عشان اقعد اغلس عليك واضحك عليك؟ في ايه؟ بلا سؤال. طب بقول لك ايه؟ من النهارده لحد ما امي ما تيجي انا شغلتي ان انا ابسطك بس. سيبي لي نفسك. ماشي. على فكرة أنا ميت جوع. تمام. طب يلا. ما أنت بتلهيني. نعمل أوردر يعني؟ إيه. مين يا باشا؟ هنا؟ أيوة باشا. إيه ده المكان ده؟ زي ما أنت شايف يا باشا. ايوه مين؟ افتح زفت. ايوه تامر جاي في وقتك يا زماله. ادخل يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ادخل يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ اقعد. ايه ده؟ في حد قاعد معاك هنا؟ انا والازازه. بتبيعنا يا تامر؟ انا لا بعتك ولا اشتريتك. لا لا بعتني، انت سلمتني يا تامر. اخلص يلا انت وهو. ماشي. بص يا شبح. يا باشا. الفيديو ده انت اللي نزلته على النت وانا عرفت الكلام ده. انا بقى اللي في الفيديو ده وجاي لك عشان اعرف الفيديو ده وصل لك ازاي. ريت بقى تستهدى بالله كده وتجيب من الاخر وتقول لي، يا اما هضيع وقتي على صحتك وفي الاخر برضه هتقول لي اللي انا عايزه. لا وعلى ايه يا باشا؟ طب ممكن اشوف الفيديو تاني؟ ممكن. اقسم بالله ورحمه ابويا يا باشا ورحمه ابويا ما اعرف ان انت اللي في الفيديو ده. انا لو اعرف ان انت اللي في الفيديو ده ما نزلتوش والله غصب عني. انا لقيته هنا بسجايه ان انا نزلته على النت. لا ما انا عارف ان انت اللي نزلته على النت، بس انا عايز اعرف الفيديو ده وصل لك ازاي. ما فيش، زي ما قلت لحضرتك كان هنا في الكرتونه وانا ساب الشقه دي فيها كرتونه مليانه سيديهات فخدتها ونزلتها على النت. ما اعرفش فين الكرتونه دي. جوه. روح اجيبها يلا. ماشي بسرعه. ماشي ماشي بسرعة يالا. يا باشا طاين. ماشي ايه السيديهات دي كلها؟ يا ترى بقى السيديهات دي بتاعت انا بس ولا بتاعت ناس تانية؟ لا والله يا باشا هي زي ما هي كده، لقيتها في الشقة زي ما هي. تحب يا باشا اساعدك اطلع السيدي بتاعك؟ لا الكرتونه دي تخصني. تغلاش عليك يا باشا. بس لو عرفت بقى ان الفيديو بتاعي ده مرمي على سيديهات كده ولا على فلاشايه كده هجيبك. لا 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 يا باشا مفيش الكلام ده، هي زي ما هي كده. هنشوف. احلى مسا عليك يا شبح.
السلامة يا باشوات. بتبيعني يا تامر؟ أنا لا بعتك ولا اشتريتك، أنت مش شايف الماسورة فوق دماغي؟ هي هبت منك ولا إيه؟ لا 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 لا، ده أنا بشرب عشان أفوق. بليز يا موضوع، أنا مش قادرة أتكلم مع حد دلوقتي بجد. I'm very depressed. مش عارفة بقى يا نغم، بس زياد كل ما بيشوفني في المدرسة بيسألني عليكي، بيقولي إنه بعتلك مسجز كتير قوي على الفيسبوك وإنتي مش بتردي عليها. هو قال لي أكلمك وأقولك. خلاص أوكي، أنا هبقى أكلمه لما أهدى، بس محدش يتكلم معايا في الموضوع ده تاني، أنا بجد مخنوقة. سوري يا نغم، أنا كمان زعلانة على نيرمو، بس يعني إحنا كنا مع بعض، إيه اللي خليها تطلع الشارع لوحدها؟ مادو مامي على الويتنج. أنس أنت لسه صاحي يا حبيبي؟ أنا كنت مستنيكي. كويس، تعشى مع بعض. أنت ليه ما جيتيش خدتيه من المدرسة النهاردة؟ معلش يا حبيبي، أنا كان عندي مشوار مهم. يا منى اتأخرت عليك ولا ايه؟ مش منى اللي كانت خدتني من المدرسة النهاردة. مال مين؟ بابا. آدم؟ Yeah.